نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بيكم في تاني محاضرة من محاضرات المجنونة، جنون علم النفس. احب افكركم احنا بنعمل ايه هنا. محاضرات جنون علم النفس هي عبارة عن بنبص للتنمية البشرية من منظور مختلف، اللي هو تطبيقات علم النفس. اتكلمنا، كنا متفقين ان احنا هنتكلم ان شاء الله في الفترة اللي فاتت، معلش هو طبعا في تأخير ساعة في المحاضرة لأنها كانت متظبطة على الميعاد القديم، فطبعا في تأخير. يعني دلوقتي الساعة 9، المفروض كنا نبدأ الساعة 8 بس عشان دي كانت متظبطة على الميعاد القديم، فبعتذر لكم بس على التأخير ده. أرجع أقول لكم، إحنا اتفقنا إن إحنا نتكلم في المحاضرات عن الحاجات اللي بتزود، ليها تأثير على جودة أدائنا، إزاي نزود البريفورمانس بتاعت جودة أدائنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت على السيلف إفكاسي، الكفاءة الذاتية، قعدنا نشرح ازاي نزودها وايه العوامل اللي بتأثر فيها وهكذا. المرة دي هنتكلم على موضوع كتير قوي سمعنا عنه، بس المرة دي يعني هنشوفه من جانب مختلف خالص زي ما اتعودنا. هنتكلم عن تحديد الأهداف. طبعا احنا لما نتكلم عن تحديد الأهداف هنبص لتحديد الأهداف وتأثيرها على الأداء، أو تأثيرها على الإنتاجية، جودة أداء. خلينا نبدأ كده إن شاء الله. هي طبعا المحاضرة المرة دي هتبقى قصيرة في الوقت، هي نتيجة التأخير ده هتبقى قصيرة في الوقت، بس يعني المعلومات هتبقى كوندنسد. يعني خلينا زي ما اتعودنا نشوف، احنا لما نبص الديفينيشن احنا مش هدفنا نحفظ التعريف او ان يعني نقعد نقراه ونحفظه، لا احنا مش هدفنا كده، احنا بس هنفهمه ونسيبه خلاص. ايه هو الجول او ايه هو الهدف؟ الهدف ده نتيجه احنا لما نيجي نعمل اي فعل او اي اكشن بيبقى لينا غرض من وراء الاكشن ده، الغرض ده بنسميه هدف بس كده. يبقى اي غرض من وراء اي فعل احنا بنعمله ده اسمه الهدف. طيب احنا احب بس دي الماب دي او الصوره دي عباره عن العناصر اللي احنا هنناولها في محاضرتنا النهارده. انا طبعا هخش بالتفصيل بس احب اديكم فكره مبدئيه. طيب احاول اعلي الصوت اكتر من كده، من كده اعلى حاجه عندي. احب اقول لكم اللي هنتكلم في ايه، العناصر اللي هنتكلم فيها. احنا دلوقتي لو انتوا بصيتوا معايا للبوينتر، احنا هنتكلم عن الهدف. الهدف لما بنحط هدف بيبقى فيه ايفورت او فيه مجهود بعديها، المجهود ده بيديني اداء البرفورمانس. فاحنا هنتكلم ازاي الجول ده بيأثر على الأداء من خلال اللي هنشرح شوية من الميكانيزم بتاعه خصائصه، وهنتكلم طبعا لما بيجي الأداء ده لما بيوصل للبرفورمانس، البرفورمانس ده على أساسه بنقف مع نفسنا بقى، هل احنا يعني حصل لنا ساتسفاكشن، حصل لنا رضا بالبرفورمانس أو الأداء ده أو الأداء ده ولا لأ. في شوية عناصر هنتكلم عليها النهارده دي بتأثر في ازاي نحول الهدف بتاعنا ده لجود بريفورمانس، يعني ازاي نطلع من الهدف بتاعنا ده جود بريفورمانس او اداء كويس او جوده اداء عالي. خلينا بقى يعني ما نتكلمش كلام كتير نظري، نخش اكتر في الموضوع. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم ايه علاقه الهدف بالاداء او بالانتاجيه، اللي هي لا هنتكلم عن الجول ميكانيزم. هي المفروض زي ما قلت لكم احنا كل كلامنا بناء على معطيات او يعني ريزلتس نتيجه تجارب لعلماء النفس. المفروض قالوا ان الهدف بيأثر على جوده الاداء باربع حاجات، احنا هنا هنقول منهم حاجتين بس. اول حاجه الهدف ده ليه زي ما بيقولوا وظيفه ارشاديه. يعني ايه وظيفه ارشاديه؟ تعالى قبل ما اقول لك ايه هي الوظيفه الارشاديه ويعني ايه قصدنا بالوظيفه الارشاديه، اسالك حاجه. لو سالتك عن مدى رضاك بجوده ادائك او الانتاجيه بتاعتك الاسبوع اللي فات، ممكن الناس تقول لي لا انا ما كنتش راضي عنها، او ادائي كان ضعيف يعني، او جوده ادائي كان ضعيف، او كان في احسن من كده.
أقول لك طيب ليه؟ أسألك سؤال ليه؟ ممكن ما تعرفش تجاوبني على ليه ده، بس خليني أقول لك، لو جبت ورقة وقلم وابتديت تشوف وقتك أو مجهودك الذهني أو مجهودك البدني ابتديت تعمله في إيه؟ هتلاقيها حاجات متناثرة، يعني حاجات سكاترد. يعني مثلا هتلاقيك مثلا خلال الأسبوع اللي فات رحت مرة ممكن الجيم، يوم مرتين بالكتير قوي، نمت ومش عارف وكلت، مفيش حاجة وقتك متركز فيها. ده نتيجة يعني الليك اوف جول، لان مفيش هدف محدد انت عامل، لان لو في هدف محدد هتلاقي حوالي 70% او 80% من وقتك موجه، مواردك العقلية ومواردك الذهنية والسلوكية موجهة تجاه الهدف ده. عشان كده احنا بنقول ان الجول ده، علماء النفس قالوا، السايكولوجيست قالوا ايه؟ قال له ان الجول ده بيقولوا سيرف از دايركتد فانكشن، يعني ليه وظيفه ارشاديه. يعمل ايه بقى؟ بيعمل دايركت دي دايركت اتنشن والايفورت توورد جول ريليفنت اكتيفيتيز، بيوجه مواردنا العقليه ومواردنا الذهنيه وكمان البدنيه والسلوكيه ناحيه حاجات او تاسكات او ايفورت مجهود ليه علاقه بالجول ده. يعني انا لو واحد مثلا بعمل دايت، هلاقي الاسبوع اللي فات تفكيري في الحاجات اللي ريليتد للدايت او ريليتد للريجيم كترت قوي. يعني هتلاقيني بفكر ازاي اروح الجيم، ازاي العب رياضه اكتر، تلاقيني بلعب رياضه اكتر، ده مجهود سلوكي. تلاقيني بحرص قوي ان انا بقوم اعمل اكلات هيلثي، يعني طبعا دي حاجات بيهيفير الكوجنيتيف اللي هي الحاجات العقليه. انا بقول لك زي ما قلت لك، اقعد افكر اكتر، هاكل ايه النهارده، هشرب ايه النهارده، ازاي هنظم وقتي، ازاي هروح الجيم، ازاي هكذا. فانت بيخليك يبقى الجول من ميزاته العلماء النفس قالوا عليه اللي هو ليه دايركت فانكشن، دي مهمه قوي. عملوا اكسبيرمنت كده، جم 2 علماء نفس عايزين يتاكدوا من الرول دي او القاعده دي، فعملوا اكسبيرمنت عليها. عملوا ايه؟ حطوا لطلبه معينين هدف تعليمي معين، وابتدوا يدوا لهم قطع، في قطع كتير، في شويه من القطع دي بتخدم الهدف العلمي اللي حطه لهم في الاول ده، وفي حاجه قطع ما بتخدمهاش. وابتدوا يشوفوا يلاحظوا السلوك بتاع الطلبه دول، لقوا ان الطلبه بتعمل حاجه غريبه. بعد ما هم حددوا لهم هدف معين، لقوا ان الطلبه بتركز اكتر على القطع وتقرا اكتر القطع اللي بتخدم الهدف التعليمي ده، او اللي بتساعدهم ان هو يوصلوا الهدف التعليمي ده، وابتدوا يقللوا تركيزهم على القطع اللي هي ما بتوصلهمش للهدف التعليمي. فاستنتجوا واكدوا على الحوار ده ان الجول سيرف از دايركت تاتش، دي اول حاجه. فعشان كده بقول لك ايه، يعني دي فايدتها ايه؟ يعني انا مش عايز ناخد الكلام كده كود او خام، يعني معناتها ان تحديد الهدف هيحافظ على مواردك. يعني انت لو انت عملت نفسك كانك الموارد اللي عندك، قصدي بالموارد ايه؟ وقتك، مجهودك، تفكيرك، الحاجات دي. لو انت عملت نفسك كده كانك شركه وليك موارد، طبعا الشركات بتحاول تستغل الموارد اقصى ما يمكن استغلالها عشان تحقق الربحيه. يعني لو انت قدرت تستغل الموارد دي، لو انت عايز تستغل، قصدي الموارد دي اللي هيستغلها، اللي هيساعدك ان انت تستغلها الهدف. يعني ان زي ما قلت لكم ان الهدف فيه وظيفه ارشاديه، دي اول حاجه. خلاص مش هنطول اكتر في النقطه دي، يبقى جول سيرف از دايركتيف فانكشن. طيب تاني حاجه احنا قلنا، هو 4 حاجات الهدف بيأثر على جوده الاداء، ب4 حاجات احنا هنقول منهم حاجتين بس. Goals affect actions indirectly by leading the arousal and discovery with use of task knowledge and strategies. الجول له حاجة ممتعة أوي، أو الهدف ليه حاجة ممتعة أوي. عشان كده لما يعني يجي حد بيقول لك مثلا تحضر كورس أو حاجة ويقول لك لازم يكون ليك هدف في الحياة، مع إنه ممكن ما يكونش قال لك، يعني ممكن ما يكونش قال لك أهداف، الأهداف دي كانت مقنعة ليك لدرجة إن أنت تلتزم بيها، بس ده ما يمنعش إن فعلا الأهداف ليها أهمية كبيرة. بيقول لك إن النقطة دي قبل ما أشرحها لك، إن الأهداف هتساعدك على حاجتين، ان انت تحافظ على مهاراتك الحاليه وتزودها كمان. ازاي؟ يقول لك انت لو جيت تحط هدف، يعني مثلا تعالى خدها عملي الاول قبل ما اتكلم نفسي. انت دلوقتي رايح تعمل
برزنتيشن، راح تعمل برزنتيشن قدام مثلا زمايلك او مديرك او اي حاجه، هتبتدي انت حطيت جول ان انت تعمل برزنتيشن كويسه جدا، توصل المعلومات اللي انت عايزها فيها كلير، وتبقى قدام الناس تبقى تبهرهم. يبقى انت حطيت تو اوبجيكتيف، يعني حطيت جول بتو اوبجيكتيف بهدفين معينين. هتبتدي وانت ده الجول خلاص، وانت بقى لما حطيت الجول ده انت عايز بقى هتبتدي تعمل اكشنز او مجهود يخدم الجول بتاعك ده. هتبتدي ايه؟ تسترجع ذاكرتك على المعلومات اللي كانت عندك القديمة، معلومات مثلا من كورسات حضرتها، معلومات من دورات تدريبية حضرتها، من كتاب قريته، ومن استراتيجيات اتعلمتها قبل كده، تبدأ تسترجعها عشان تستخدمها في الموقف ده. ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناتها ان احنا دايما بنشتكي ان احنا في حاجات، يعني من محاضرات بنعملها بتاعت التنمية البشرية وبننساها، كتب وما يعني بنحس ان احنا نسيناها بعد فترة، بنحس ان نسيناها. هنا بيقول لك ان تحديد الاهداف، انت ممكن تحدد اهداف تساعدك على استرجاع المعلومات دي والاستراتيجيات دي. طيب تاني حاجة اللي هي بيقول لك ايه؟ When confronted with task goals, people automatically use the knowledge and skills they have already acquired and that are relevant to goal attainment. يعني اللي هي متوقع تحقيق الجول الحالي اللي انت عايزه تعمله دلوقتي. يبقى اهم حاجة ان هي ايه؟ knowledge و skills they have already acquired. هتحافظ لك على مهارات ومعلومات كانت اصلا عندك، وهتبتدي تسترجعها وتستخدمها. دي من ميزات الجول. تاني حاجة ان الجول هيساعدك ان انت تعمل استراتيجيات جديده. دلوقتي انت مثلا خلاص ابتديت رايح تعمل البرزنتيشن واسترجعت معلومات قديمه، بس المشكله ان البرزنتيشن دي فيها حاجات انت ما مرتش عليك قبل كده. مثلا انت كنت العادي تعمل قدام زمايلك، دلوقتي هتعمل قدام مديرينك، فانت دلوقتي ما عندكش معلومه عن الحاجه دي، فتبتدي تعمل سيرش على الموضوعات وتبحث ان ازاي ان انت تقدر تعمل افكتيف برزنتيشن او برزنتيشن كويسه قدام مديرينك. هتبتدي تقرا كتاب جديد، تحضر كورس جديد، تسمع لنصيحة حد، تبدا تفكر في استراتيجيات جديده، تقرا ارتكلز على النت، تقرا مقالات وهكذا. فده بيساعدك ان انت تزود مهارتك. يبقى عايز اقول لك في النقطه دي ايه؟ ان تحديد الاهداف مش بس بيحافظ لك على مهارتك، لا ده كمان اكتشف علماء النفس ان هو بيساعدك ان انت تحافظ على معلوماتك السابقه واستراتيجياتك السابقه، وتدين معلومات جديدة. عشان كده بيقول لك if the task for which a goal is assigned is new to a people, they will engage in planning to develop strategies that will enable them to attain their goals. طبعا انا حاطط الريفرنس اللي هنا اللي حابب ايه يخش عليه يعني. طيب يبقى احنا اتكلمنا في الميكانيزم بتاع الجول. قلنا اول حاجة ان الجول بيحافظ على الموارد بتاعتنا، وبيبقى as directive function، يعني ليه وظيفة إرشادية. وكمان حاجة قلنا، حاجة إن العلماء اكتشفوا، أو السايكولوجيست علماء النفس اكتشفوا إن هو بيساعدنا على حفظ معلوماتنا وتزويد المعلومات، يعني استرجاع معلوماتنا القديمة وتزويد معلومات جديدة. طيب يبقى دي أهمية، أو إحنا كده شرحنا من الصورة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، الصورة دي لو أنتوا فاكرينها، شرحنا الحاجات معينة في الميكانيزم. طيب النهارده دلوقتي بقى هنخش على ايه؟ على الكور، حاجات اساسيه بقى، خصائص في الجول اساسيه. تمام. كله واضح لغايه كده؟ هنخش دلوقتي على الجول كور، الاساسيات في الجول، خصائص اساسيه في الجول. هنتكلم على ان ازاي ايه فايده ان الجول مثلا يبقى سبيسيفيك ولا جنرال. طيب انهي الاحسن، الجول يبقى سبيسيفيك عام، سبيسيفيك قصدي خاص يعني محدد معين، ولا جنرال الهدف بتاعنا يبقى محدد ولا جنرال؟ اكتشف علماء النفس السايكولوجيست يعني ان لا، ان كل ما الجول يبقى ايوه فعلا، لما يكون محدد يبقى البرفورمانس اقدر اتوقعه اكتر، وممكن يعني متوقع ان جوده ادائه يزيد اكتر. ليه بقى؟ ممكن كلنا عارفين كده، بس ليه؟
يعني دي جنرال لغه عندنا. بس ليه بقى؟ يقول لك لان مثلا تعالى نضرب مثال، انت قلت الاسبوع ده حطيت هدف ان انا هقرا كتاب، فانت قلت ايه؟ I will do my best وهقرا الكتاب يعني في اقصى ما يمكن يعني، او ايه، هعمل احسن ما عندي عشان اقرا الكتاب ده. احسن ما عندك دي فضفاضه يعني، احسن ما عندك دي مقياسها عندك غير مقياسها عندي، مقياسها عند حد تاني، صح ولا لا؟ يعني ايه احسن ما عندك؟ يعني ممكن اسالك اسئله اكتر، يعني كم ساعه في اليوم؟ يعني هتقراه ازاي؟ يعني هتقراه ولخصه ولا هتقراه بس؟ يعني تقدر تشرح لحد؟ يعني هتتابع مع حد البروجرس بتاعك، يعني ان انت المراحل اللي انت بتقعد، يعني كل مثلا ما تقرا صفحتين ولا ثلاثه ولا شابتر هتتابع مع حد وتشرحه له ولا ايه؟ يعني ايه احسن ما عندك؟ يعني ايه do your best؟ كلمه غامضه قوي يعني، وخد فاضي قوي. فلاقوا ليه؟ وكمان فيها غموض. عشان كده بيقولوا ايه؟ ان الجو ان لما الجول يبقى سبيسيفيك ده بيبقى بيديوس الفاريشن، اللي قلنا الاختلاف. انا قلت لك احسن ما عندي ده زي احسن ما عندك، في فاريشن، في اختلاف ان بيرفورمانس، صح ولا لا؟ وكمان هيعمل ريديوسنج للامبيكويتي. ايه الامبيكويتي؟ الغموض، يعني هيشيل الغموض. يعني ايه دي تيست او احسن ما عندي؟ خلاص، يبقى هيشيل حاجتين، اولا الفاريشن الاختلاف، والامبيكويتي اللي هي الغموض. عشان كده بيقول لك افويد، علماء النفس بيقول لك ايه، افويد دو يور بيست استراتيجيز او دو يور بيست جول. ما تروحش تقول انا عامل احسن ما عندي، او لو انت، انا بكلمك برضه هنا في السيشن دي، ان انت لو حبيت حد تساعد حد يحط الجولز بتاعته، لو انت يعني مدير، لو انت بتحط حد مثلا لاخوك لقريبك بتساعده ان هو يحط الجولز بتاعته، فممكن تستخدم مع الاستراتيجي دي. فما تستخدمش مع حد ولا تستخدم مع نفسك اللي هي دو يور بيست. طيب احنا ممكن نعملها ازاي؟ يعني الجول يبقى سبيسيفيك ازاي؟ عن طريق حاجتين، يا اما كوانتيتي يا اما تعمل انيميريشن. يعني ايه كوانتيتي؟ يعني تلتزم برقم، يعني مثلا تقول انا هقرا النهارده، يعني معنى ان انا هجيب اخري في الكتاب ده، يعني مثلا هقرا 3 صفحات في اليوم، فده رقم. مثلا حطيت انت بتشتغل، فانا هزود بتشتغل مثلا، فانا قلت هزود مبيعاتي مثلا 10%، اقرا هروح الجيم 3 مرات، يعني رقم كوانتيتي. انيوميريت بقى مش شرط يكون رقم، يعني زي مثلا انت تقول ايه، انا هقرا الكتاب، يعني انا هعمل ايه، انا هعمل ايه عشان يعني ايه احسن ما عندي في الكتاب. يعني معناته انا هقرا الكتاب، اخصص له مثلا وقت معين، اخصص له بالليل وهلخصه، يعني وهلخصه الشابتر اللي هعمله هلخصه، ده احسن ما عندي. وما اقرا الشابتر هتابعه مع حد، لا غير كده، لما اخلص الكتاب كله هبتدي اشرحه للناس، وهكذا. انت بتعمل انيميريت ايه، يعني ايه احسن ما عندك، بتحط عناصر، يعني ايه احسن ما عندك، يا اما يا اما تحط كوانتيتي ارقام، يا اما تحط بكلمات يعني نوميريت. خلاص، يبقى اول حاجه لازم تكون سبيسيفيك. في ستادي انترستنج قوي عملوها، التجربه عملوها السايكولوجيست، عجبتني جدا، عشان كده حطيت لكم الجراف بتاعها. عملوا ايه؟ كان في عملوا اكسبيرمنت على الناس بتوع عربيات، سواقين عربيات نقل، يعني كانوا بيشيلوا الاشجار المتقطعه، وبعد ما الاشجار يقطعوها وكده بيشيلوها، بيرجعوها بقى ايه، بينقلوها للمصنع. فابتدوا يقارنوا، لما قالوا لهم اعملوا احسن ما عندكم وسابوهم كده، ولما حدد لهم حاجه معينه، يعني خلوا البدل ما سابوهم جنرال دو يور بيست، ولما حدد لهم حاجه معينه قالوا لهم ايه الحاجه المعينه دي، كانت معينه وصعبه، هقول لكم ليه بعد كده صعبه، دي من خصائص برضو الجول، بس خلينا في المعينه دلوقتي. يعني ايه المعينه؟ قالوا لهم زودوا حمل النقله بتاعتكم، يعني حمل النقله من حوالي من 60 ل 90%. خلاص، يعني انت مثلا لو يعني بدل ما ينقل مثلا 10 كيلو مثلا ينقل 19 كيلو مثلا، يعني انا بقول مثلا على العربيه في الحدود الليمتد يعني. وابتدوا يشوفوا الريزلت قد ايه، الريزلت البرسنتج بتاعت الويت فعلا اللي هيعملوه قد ايه. يبقى عملوا ايه تاني؟ حطوا لهم تو اوبجيكتيف، بس واحد سبيسيفيك، وحطوا لهم تو جولز، واحد سبيسيفيك واحد جنرال، واحد عام وواحد خاص.
الخاص قالوا لهم فيه زودوا الحمل بتاعت العربية بتاعتكم من 60 ل 90%، أما العام قالوا لهم دير بيست، افعلوا إيه هنعملوا الأحسن. بصوا بقى ركزوا معايا مع البوينتر هنا، شايفين الحاجات المنقطة دي طبعا الوزن بتاعهم قد إيه، البرسنتج بتاع الوزن بتاعهم زاد قد إيه، ودي على الأسابيع، على عدد الأسابيع. بصوا تخيلوا لما قالوا لهم دو يور بيست اللي هي المنقطة دي، شوفوا زاد قد إيه مقارنة لما قالوا لهم زودوا من حطوا لهم سبيسيفيك جول من 60 ل 90%. تعرفوا الفرق بين ده وده وفر للشركة قد إيه؟ وفر للشركة، الاستادي كانت بتقول إن هو وفر للشركة 250 ألف دولار 9 شهور. يا نهار أبيض، 250 ألف دولار! لا يعني تحديد الأهداف ده مش يعني مش حاجة سهلة، أو مش حاجة سهلة يعني مش حاجة نستهتر بيها فعلا، يعني بيبقى ليه ريتيرن أو ليه عائد على أدائنا كبير جدا. بقول لك هنا بس الفرق بين دو يور بيست استراتيجي أو دو يور بيست جول والسبيسيفيك جول 250 ألف دولار. عشان الجراف ده انترستنج قوي يعني، عشان كده انا حطيته لكم. تعالوا نرجع للكلام. يبقى احنا قلنا ان لازم، احنا خلصنا الميكانيزم ايه الجول بيأثر على البرفورمانس او ادائنا ازاي، وخلصناها قلنا 2 من ال4 حاجات اللي احنا عايزين نركز عليهم. وبعد كده قلنا ابتدينا دخلنا في الخصائص الرئيسيه بتاعت الجول بتأثر فيه تأثير رئيسي، اتكلمنا عن ان ازاي الجول يبقى سبيسيفيك احسن ما يكون جنرال، وعرضنا الاكسبيرمنت دي. قلنا ان لما يكون سبيسيفيك او محدد بيشيل الغموض عليك، فدايما لما تيجي تحط هدف لنفسك حط هدف سبيسيفيك. انا عايز اخس، مش عامل اقصى مجهود عندي عشان اخس، لا انا عايز اخس قد كذا، كم كيلو، وقت قد ايه. تمام، تعالى نخش على حاجه تانيه. من ضمن الحاجات اللي هنقيس مدى صعوبة الجول وتأثيرها على البرفورمانس، هل لما احنا ناخد تاسكات او جولز نحدد لنا اهداف سهلة الفرص بتاعنا هيزيد، جودة ادائنا هيزيد، ولا نحدد لنا اهداف صعبة جودة ادائنا هتزيد؟ ممكن تيجي في بالك كده في الاول، لا طبعا ده لما انا احط حاجات سهلة جودة ادائي هتزيد. طيب خليني اسألك سؤال، لو انت شفت العدائين بتوع الاولمبياد، عارف العداء اللي بيجري 200 متر يجي في اخر 50 متر بيحس بالتعب، صح ولا لا؟ هو حاطط ان هو يجري 200 متر وداخل سباق 200 متر، يجي في اخر 50 متر يبتدي يحس بالتعب. نفس العداء ده او نفس الرياضي ده لو دخل سباق ال 800 متر او ال 1500 متر يبتدي يحس بالتعب، لو هو دخل في ال 800 يحس في ال 700 في ال 750، لو دخلت في ال 1500 حس في ال 1400 في 1350. نفس النظام لو انت رحت الجيم ومشيت على التريد ميل اللي هي المشايه وحطيت لنفسك جول، يعني دايما دي كانت بتحصل معايا، انا مثلا رايح وقايل انا همشي مثلا على التريد ميل دي او على المشايه دي نص ساعه، ابتدي اشعر بالتعب وابتدي اشعر ان انا خلاص بقى اكزهوستد وتعبان في اخر 25 في خمسه حوالي مثلا بعد 25 دقيقه. وانا لو انا برضو حددت ربع ساعه وكنت بحدد ساعات ربع ساعه بحس بالتعب في ال10، يعني اول ما يجي ال10 دقائق بحس بالتعب. ايه ده؟ ازاي كده؟ مع ان انا نفس الشخص. دي بيقول لك ايه بقى؟ دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها. بيقول لك ان لما بتحط جول صعبه، لا دي بتزود الايفورت مجهودك وبتزود البرفورمانس بتاع جودة أدائك. بيقول لك إيه؟ Most difficult goals produce the highest levels of effort and performance. يعني أنت لما تحط أهداف صعبة، لا عملوا ريسيرشز وعملوا ميتا وفي حاجات ميتا أناليسيز، قلت لكم ميتا أناليسيز دي عبارة عن مجموعة ستادي كانوا بيقيسوا حاجات متشاركة وطلعوا بريزلت معينة اشتركوا فيها كلهم. خلاص فلقوا إن في ميتا أناليسيز ان انت لما تحط اهداف صعبه ادائك والايفورت اللي بيبذول فيها بيبقى اكتر، فادائك بيبقى اعلى، على عكس ما تحط اهداف سهله. في حاجه لقيتها برضو كان بيجاوبني على سؤال كنت دايما اساله لنفسي، دايما اللي بيلعب شطرنج فينا دايما كانوا بيقولوا له نصيحه، بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له دايما تلعب مع حد مستوى اعلى منك،
ان هو صعب اللي انت تكسبه. تعرفش على مستوى واحد اقل منك في الشطرنج اللي هو مستوى ان انت سهل، اللي انت ايزي، يعني تحط ايزي جول ان انت سهل قوي ان انت تكسبه. ليه؟ يقول لك ان انت مع الوقت، انك تقول لك مع الوقت مستواك هينزل لو انت بتلاعب واحد سهل ان انت تكسبه، لكن مع اللي اصعب منك او اللي انت حطيت ديفيكال جول عشان اللي انت تغلبه هتلاقي العمليه صعبه. طيب ايه ده يعني ليه كده؟ لقوا في تو سايكولوجيست برضه، لقوا ان الهارد جول بتعمل اوتوماتيك كده، بتعمل بتزود سرعه تحليلنا للمعلومات، بتزود سرعه تحليلنا للمعلومات، وزائد ما تزود سرعه يعني بتزود، يعني ممكن تقول عليها بتزود البرفورمانس العقلي بتاعنا الكوجنيتيف. خلاص طبعا الكوجنيتيف ده هينعكس على البيهيفير، يعني على سلوكنا. فلقوا ان عملوا اكسبيرمنت ولقوا ان لما تحط جول صعب او تحط هدف صعب بتلاقيه بيزود تحليلك للمعلومات. تعال نطبقها بقى على الكلام اللي قلنا بتاع اللي هو الشطرنج. الناس اللي كانت بتلعب شطرنج ودايما بتسمع النصيحه دي، فعلا انت لما انا كنت بلعب شطرنج مع حد اصعب مني كنت ابتدي افكر واعرف خطط جديده، ابتدي يبقى في تشالنجنج وصعوبه، لا يغلبني مره واشوف خطط جديده، يعني هو بيعمل خطط جديده واحاول، بيبقى في صعوبه وابدا احلل المعلومات بسرعه، ايه احرك الطبله ازاي، احرك الفيل ازاي، احرك الحصان ازاي، وهكذا. عكس لما كنت بلعب واحد سهل اكسبه كانت امكانيه تحليل المعلومات بتقل، لان انا بستنفر وبيبقى حاسس ان الجول سهل. بس في حاجه، لما تيجي تحط جول صعب لازم تتاكد ان انت عندك المقدره والمعلومه في المجال اللي انت بتحط فيه الايه؟ في الجول الصعب. هو مش اي جول صعب وخلاص، انت مش هتعرف تحقق الجول الصعب والجول السبيسيفيك ده الا لو عندك الابيليتي القدره والمعلومه. يعني ايه؟ تخيل انت حطيت عندك اخ مثلا، فحطيت جول ان انت تذاكر له رياضه وتخليه يجيب، تخليه بقى سبيسيفيك وتخليه يجيب درجه عاليه في امتحان الرياضه اللي جاي، وانت النولج بتاعت الرياضه بتاعتك قلت، معلوماتك عن الرياضه قلت اخر مره مثلا فتحت الرياضه فيها بقالك 10 سنين، وكمان قدرتك الابيليتي، قدرتك العقليه عليه انت ما كانش عندك انترست او ما عندك شغف للرياضه، فقدرتك العقليه عشان قله الممارسه قلت مع الوقت. لما تيجي تحط الهدف ده، ده هدف صعب صح ولا؟ انت عايز تجيب يعني درجه عاليه عاليه، مثلا تقول ان هو عايزه يقفل الامتحان اللي جاي او عايز يجيب الفول مارك، فانت كده حطيت ديفيكال جول، بس انت ولا عندك الابيليتي ولا عندك النولج. انت بس مش ضيعت اخوك، انت خلاص كده ضيعت اخوك، يعني انت كمان ضيعت نفسك. ليه؟ لانك انت معنى ان انت تحط جول صعب ما تقدرش تحققه معناته ان انت هيبقى في باد اكسبيرينس، تجربه سيئه. واللي فاكرين حضروا معانا المحاضره اللي فاتت ان التجربه السيئه بتدخلني في دايلما تانيه خالص، بتدعي حاجه ان انا اشك في الكفاءه الذاتيه بتاعتي. اوف لا لا، ده انا دخلت في سكه تانيه خالص. فانت بس مش بتضر، مش يعني لو انت بتعمل جول لحد او حاطط هدف هيساعد حد، انت مش بس بتضر، لا انت بتضر نفسك وبتخش في دايلما تانيه كتير. فعشان كده لما تيجي تحط جول difficult اتاكد ان انت عندك الابيليتي قدره وعندك النولج. تمام، يبقى احنا كده، احنا كده خلصنا الجول كور. الجول كور قلنا فيه حاجتين، الجول ديفيكولتي مدى صعوبه الجول، وتاني حاجه انهي الاحسن، الجول يبقى سبيسيفيك ولا جاي. تعال ارجع معاكم للصوره اللي احنا عملناها في الاول واوريكم احنا خلصنا ايه. احنا خلصنا هنا الحته دي، خلصنا حتت فيها، خدنا الحتت اللي احنا عايزينها، الميكانيزم ازاي ان الجول بيأثر في البريفورمانس، ايه علاقه الجول بالبريفورمانس، واتكلمنا شويه على الجول كور اللي هي اتكلمنا على التو فيتشرز اللي احنا اتكلمنا عليها. هنبدا بقى في شويه عناصر او خصائص، زي ما قلت لك انا مش هقول لك خطوات تعمل ايه، بلان ازاي وخطه بتاعت البلان تعمل ازاي، لا لا انا مش هقول لك الكلام ده خالص عشان انا عارف ان انت شبعت مني. انا هبتدي اشرح لك كل اللي انا بشرح لك فيه خصائص لما تيجي تحطها في بالك، لما تيجي تحط هدف تاخدها في الحسبان، بحيث ان انت الهدف اللي تحطه ينعكس يعني to great extent على أداء او على انتاجيه.
هنبتدي نتكلم على العناصر دي. يلا نرجع بينا نرجع. كان في حد سألني يعني هو انا ازاي التزم بالهدف؟ ده سؤال مهم قوي. اصل انت لو ما التزمت، تخيل انت حطيت جول صعب وجول سبيسيفيك وجول صعبين جدا، تخيل انت جول معين وجول صعب، وانت راجل مش كوميتد يعني مش ملتزم، كأنك ما عملتش اي حاجه ولا هوا ولا تعرف تحقق، وهيجي لك ديبريشن وهيحصل لك مشاكل وهتقل لك السيلف، هيحصل لك باد اكسبيرينس ومش هتوفر في الاكسبيرينس بتاعتك، وهتاثر على كفاءة ثقتك بنفسك والكفاءه الذاتيه وهكذا. الجول كوميتمنت لما لو قلنا جول سبيسيفيك وجول ديفيكالت لازم يجي معاهم حاجه تانية. الجول كوميتمنت لازم تبقى ملتزم، ملتزم يعني معنويا، وملتزم يعني ملتزم ذهنيا وسلوكيا بالهدف اللي انت حطيته. يبقى كوميتمنت تو جولز از موست كروشال وين جولز ار سبيسيفيك وديفيكالت. خلاص؟ This is because goals that are difficult for people require high effort. ان احنا محتاجين في الحاجات اللي هي الاهداف الصعبه محتاجين مجهود عالي قوي، and are associated with lower chances of success than easy goals. وكمان احتماليه ان احنا ننجح فيهم اقل من احتماليه ان احنا ننجح في الجولز السهله الايزي جولز. يبقى انت الجول كوميتمنت محتاجه قوي. في سؤال، طب ازاي انا التزم؟ احنا كتير قوي بنحط اهداف وما بنلتزمش بيها. ابتدوا علماء السيكولوجي يتعرضوا للنقطة دي، ابتدوا يدوا شوية هنس أو تيبس كده، إرشادات إزاي نقدر يبقى عندنا جول كوميتمنت. خليني أقول لك على بعض الحاجات اللي قالوا عليها. How to increase goal commitment. أول حاجة إن الشخص لازم يقنع نفسه إن الجول اللي حاطه مهم، يعني مهم بالنسبة له. يعني مسألة حياة أو موت، يعني ما ينفعش ما نحاول. يعني مثلا أنت رايح تعمل برزنتيشن، بالنسبة لك البرزنتيشن قدام مديرك لازم تحط إن البرزنتيشن دي نجاحك فيها مهم آخر حاجة، مسألة حياة أو موت، دي هتحدد مستقبلي في الشركة، دي هتحدد مظهري قدام الناس، دي هتحدد كذا وكذا وكذا. لازم فعلا تقنع نفسك إن دي مسألة حياة أو موت. وصدقني لما طول ما أنت مش لو وصلت لدرجة ان انت مقتنع ان دي مساله حياه او موت، يعني very important، هيبقى في التزام. لو ما وصلتش للالتزام تاكد ان انت الموضوع ده لسه بالنسبه لك انت مش حاسس باهميته. خلاص؟ يبقى اول حاجه قالوها السايكولوجيست او علماء النفس، ان مؤخر الاكسبيرمنت عملوها، لقوا ان لما ابتدوا يتكلموا مع الناس او يبتدوا الناس يتكلموا مع نفسهم ان الجول ده مهم وازاي ان هو مساله حياه وموت بالنسبه لهم، ابتدى الكوميتمنت بتاعهم يزيد. عشان كده قال لك اول حاجه ايه؟ When the individual is convinced that the goal is important. دي اول حاجه، يزود الكوميتمنت. تمام. تاني حاجه، تقنع نفسك لا ان ممكن ان فعلا اتينابل، الجول ده اتينابل، ممكن يتحقق، سهل ان هو يتحقق، مش بصعوبه ان هو يتحقق. يعني ايه؟ يعني رايح تعمل برزنتيشن، خلينا نكمل على مثال البرزنتيشن، رايح تعمل برزنتيشن ده مديرينك، لا سهل قوي ان انا اعمل برزنتيشن تبهرهم وانجح فيها واوصلهم اللي هم عايزين، اوصلهم اللي هم عايزين. رايح حددت جول دايت معين، لا سهل قوي ان انا اعمل كده ويتعمل، يتعمل، لان في ناس كتير قوي عملته وانا مش اقل من الناس دي. يا وانا فيا الكابابيلتيز، تقنع نفسك وانا فيا القدرات ان انا اعمل الجول ده. على فكره الكلام اللي بنقوله ده مش كلام نظري، الكلام اللي بنقوله ده فعلا it's according to experiments. دي حاجات اتعملت على ناس وفعلا لما بيقعدوا، يعني الحاجات البسيطه دي لما بيقعدوا يكلموا نفسهم فيها او يقنعوا نفسهم بيها او يشوفوا حاجات تقنعهم بيها، لا فعلا بتفرق معاهم to great extent. خلاص. يبقى تاني حاجه، when the individual is convinced that the goal is attainable. تالت حاجة دي بخصوص لو انت الجولز دي مش انت اللي محددها. يعني مثلا انت في اورجنايزيشن او في منظمة او في شغلك، ولقيت ان مديرك محدد لك شوية اهداف لازم تحققها، بيقول لك من ضمن، يعني انت ممكن من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا على تحديد، يعني على تحقيق الاهداف دي وانه خرج منها بيرفورمانس، جودة اداء عالية، ان احنا نشارك وضعه.
عشان كده انت ممكن تطلب من مديرك ان انت تقعد تدسكاس معاه الجولز دي، تبدا يعني تتناقشوا في الاهداف دي وازاي نحققها، وهل هي واقعيه ولا مش واقعيه. اطلب منه حتى لو انت جاي، لو انت بقى بتحط جولز لحد، لاخوك، لحد من اسرتك، حاجه قعدتوا عشان تحطوا اهداف معينه لمرحله في حياتكم، ابتدوا يعني تشاركوا، بحيث ان انت ايه، ايه عمليه المشاركه دي بتوفر لنا ايه؟ هي اكتر ما هي تحفيزيه ان انت تعرف ان هي دي سهله ان هي تتحقق، هي ذهنيه. يعني ايه؟ لما بتقعد يبقى في نقاش حوالين الاهداف، بيقول لك ان الهدف ده جه منين؟ الاهداف دي جت منين؟ ليه حطيناها؟ ايه السبب ورا حطيناها؟ هل هي واقعيه ولا لا؟ وازاي ان هي واقعيه؟ بيثبت لك ان هي ازاي واقعيه؟ انا كنت في دي كانت بصراحه بتتعامل معايا، مديري كان بيعملها معانا مره، كان احنا بيتحط لنا جول، لينا تارجت يعني، بيتحط لنا جول. فبصراحه كان قبل ما بيحط لنا الجول ويقول لنا انتوا هدفكم ان انتوا توصلوا في المرحله او تحققوا في المرحله المعينه اكس من المبيعات او اكس من يعني البرفورمانس يكون بالكواليتي الفلانيه، كان بيبدا يعرض هو منين حط الاهداف دي، ابتدى يجيب لنا داتا، وداتا كده كان ريسيرشز معموله وكده، يعني عشان يبين لنا ان الحاجات الجولز اللي موجوده دي واقعيه وسهل ان هي تتحقق. فكان بيعمل لنا نوع من البارتيسيبيشن بجد بتفرق اخر حاجه، عكس جدا لما واحد يجي يقول لك ايه، يقول لك اعمل واحد اثنين ثلاثه، عكس جدا. عشان كده اي اب المفروض لما يجي يحط اهداف لابنه، او اي اخ لما يجي يحط لاخوه او وات ايفر يعني، او واحد في تيم فبيحط الاعضاء، المسؤول عن تيم فبيحط اعضاء الفريق بتاعه، لازم يكون فيه بارتيسيبيشن. وقلنا البارتيسيبيشن دي هتعمل حاجه ستيموليت انفورميشن اكستشينج، هتعمل تبادل معلومات. فاعتقد ان تبادل المعلومات دي هيجيب لك استراتيجي يخليك تفكر في استراتيجيات ازاي تحقق الجول ده وازاي توصل للجول ده، كمان هيقنع الاشخاص ان الجول ده سهل يتحقق وان الجول ده كمان انبوت. تمام، بس كده يعني دول كوميتمنت بس كده؟ لا طبعا في حاجات كتير، بس احنا هنتعرض لحاجات ايه كمان، حاجه في الانسنتيفز، الحوافز. هنا يعني طبعا اول ما بقول حوافز بيجي في بالك ايه؟ بيجي في بالك فلوس، صح؟ يعني الفلوس عامل كبير جدا ان هي بتحفز، وده لا شك. حتى كان في كتب كانت بتناقش، كان في كتاب جميل جدا اسمه اللي حابب يعني يقراه عن الموضوع الموتيفيشن والحاجات دي، اسمه درايف وات ريلي موتيفيت اس، ده برضه عن السايكولوجي يعني تطبيقات علم النفس بس في التحفيز الذاتي يعني. فكان بيعرض يقول هل الحوافز الخارجيه والفلوس والجوائز والحاجات دي فعلا بتحفزنا ان احنا نوصل، او بتخلينا مور كوميتد او ملتزمين اكتر؟ فطبعا كان في جدل كبير قوي في الكتاب حوالين النقطه دي، وبيعرض ريسيرشز حوالين النقطه دي. لقوا ان ايه؟ ان الانسنتيف، ملخص الحوار ده، ان لقوا ان معظم العلماء لقوا ان الانسنتيف، الاماونت اوف انسنتيف بتزود البرفورمانس. يعني لما يكون في مثلا، تعالى نضرب الاكزامبل مثلا، مثال بالفلوس، لقوا ان لما الفلوس تزيد او الريورد تزيد او الجوائز تزيد، يعني اقول لك انت حقق الهدف الفلاني وهتاخد فلوس كذا، او هتاخد ريورد كذا، او هتاخد جايزه كذا، او حتى الانسنتيف ممكن يكون في نوعيه ريكوجنيشن، تقدير. وعلى فكره التقدير ده بيفرق اكتر بكتير قوي من الفلوس. يعني تقديرك لو انت في الشغل ومديرك قال لك، قال كلمه حلوه عنك قدام الشركه، صدقني دي ساعتها عند ناس معينه بتفرق اكتر من الفلوس بكتير. فالانسنتيف دي ممكن تكون ريكوجنيشن، تقدير. بيقول لك مور ماني جين مور كوميتمنت، او مور انسنتيف جين مور كوميتمنت، كل ما تزود الانسنتيف كل ما تاخد كوميتمنت اكتر. طيب انت لو بتحدد هدف لنفسك تستخدم يعني خلاص، دي لو شركه، الشركه هي اللي هتعمل لك الانسنتيف دي. طيب لو انت بتحدد لنفسك ازاي تستخدم النقطه دي؟ لا، حط لنفسك جايزه، حط لنفسك فلوس، حط لنفسك رحله، بس فعلا حط لنفسك اشتري حاجه حلوه. انا ساعات كنت لما عايز اشجع نفسي ان اعمل حاجه، كنت بقول لنفسي مثلا انا هشتري حاجه بحبها، اشتري حاجه كلها بحبها، اعمل حاجه انا بحبها. فانت حفز نفسك، وفعلا لما تحقق الجول ده اعمل لنفسك، التزم بالجايزه اللي وعدت بيها نفسك، دي هتساعدك كتير قوي في الكوميونت. طيب ايه تاني؟ بس في حاجه، في نقطه عايزين نخلي بالنا منها. يبقى
بيقول لك لما الهدف يكون صعب، علماء النفس لما لقوا ان الهدف يكون صعب ساعات في احتماليه ان الناس ما تعرفش تحققه، لما يكون صعب قوي. هيقول لك ان انت دي غلطات بتقع فيها الشركات كتير قوي بتخلي الناس فعلا تحبط، ان انت لو خليت الجايزه على تحقيق الهدف ده الناس اول ما توصل لدرجه ان هي هتعرف ان هي خلاص مهما عملت مش هتعرف تعمل الهدف ده خلاص بتوقف، توقف مجهوداتها، فالبرفورمانس بتاعها بيقل، جوده ادائها بيقل، اوف عملت دروب فظيع. يعني مثلا لو قلت للواحد، حطيت مثلا واحد بيعمل دايت فحط حاجه صعبه قوي ان هو مثلا يخس مثلا 20 كيلو في الشهر، صعب صعب يعني، او 15 كيلو في الشهر، ده صعب، دي حاجه صعبه، حط لنفسه جايزه او ان انا اكافئ نفسي على ان لما اوصل للجول ده، ووصل لمرحله عارف ان هو مش هيوصل للجول خلاص هيسيب كل حاجه وهيحصل له انتكاسه، ده بالعكس ده ممكن وزنه يزيد. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بيقولوا يعني للشركات او للاشخاص اللي هم بيعملوا بيستخدموا الانسنتف دي في الكوميتمنت، يعني ان انت لو الجول صعب قوي ما تحطش الانسنتف بس على الجول، حطه كمان على الاداء. يعني ايه؟ حطه لما يبقى فيه بروجرس، تقدم في الاداء ناحيه الجول، ان انت بتتقدم بتعمل مجهودات في الطريق الصح ان انت تحقق الهدف، خلي يبقى فيه نوع من الانسنتف. يعني مثلا ان انت لو انت بتعمل الدايت وخسيت 15، بحطت ان انت تخس 15 كيلو ولا 20 كيلو، لما تخس كيلو ولا 2 كيلو اعمل لنفسك جايزه، خسيت لان ده بيرفورمانس، ده اداء. لما تروح الجيم وتروح الجيم مثلا لقيت نفسك بتروح 3 ايام 4 ايام الجيم وملتزم فيه، ده كده بيرفورمانس، البيرفورمانس بتاعك ماشي في الصح، اعمل لنفسك جايزه. يبقى ما تخليش الجايزه، عشان دي بس دي سايد افكت رهيبه او ضرر كبير قوي للانسنتيف. لو الحته دي، على فكره كتير قوي في شركات انا اشتغلت فيها تقع في المشكله دي قوي، الناس بتبقى شاطره بس عندها الهدف صعب عليها، او في ظروف خارجه عن ارادتها خليتها ما تحققش الهدف دي، على طول البرفورمانس بينتكس والبرفورمانس بتاعه بيقل. طيب في حاجه ثالثه، في حاجة قصدي رابعة، احنا قلنا 3 4 حاجات، في حاجة قصدي حاجة خامسة أنا آسف، اللي اسمها البابليك كوميتمنت. ايه البابليك كوميتمنت؟ إن أنت تاخد كوميتمنت أو توعد بالالتزام قدام مجموعة من الناس. تخيل كده أنت مثلا راجل، يعني أنا بس بحب لو اديت لكم مثال في الأول أكمل عليه، فهتلاقي في أمثلة أنا بستخدمها كتير، ليه؟ عشان نكمل بيها. لو مثلا انت براجل بحب تعمل دايت وجيت وعايز بقى تعمل بابليك كوميتمنت، تلتزم قوي، فانت عايز تستخدم البابليك كوميتمنت، هتستخدم البابليك كوميتمنت اللي هو التزام قدام العامه. يعني ايه؟ تيجي بقى في ايه؟ قبل ما تبتدي بقى في البتاع تيجي تقول للناس يا جدعان، تقول لي بقى اصحابك والناس زمايلك اللي في الشغل والناس اللي فعلا انت بتقدرهم قوي وصورتك حلوه قدامهم قوي، وانت شايف ان هم بيشوفوك ان انت راجل ملتزم وكل وشايفينك بصوره حلوه، تبدا تعمل بابليك كوميتمنت او التزام عام قدام الناس دي، تقول لهم انا هخس، انا خلاص انا قررت ان انا اخس مثلا 5 كيلو في خلال شهر. انت هتشوف الشهر الجاي خس 5 كيلو، انت هتشوفني مزود السيلز او مزود المبيعات الشهر اللي جاي ب 10%. دي بقى ايه؟ دي بتخلي عليك ضغوطات اكتر، بتخلي انك انت خايف ان انت في كريديبيليتي او في مصداقيه، انت عملت نتيجه في الفتره اللي فاتت عملت مصداقيه، عشان في صح زي ما انت بتقول كده يا معتصم، انت بتقول عشان الاشخاص التانيين مراقبين لك، هي فعلا عشان الاشخاص التانيين بيبتدوا يراقبوك، او مش يراقبوك، انت بتخليهم بتدي لهم، يعني انت بتحس ان هم بيراقبوك زي ما انت بتقول كده. فتيجي في ناس، انا كانت في ناس حتى بتيجي بتعملها بتستخدمها حلو قوي، انت عاوز تخس بتبدا تكتب على التيس هي خست قد ايه كل يوم، ده بابليك كوميتمنت وهمي. يعني هي مثلا تقول انا خسيت النهارده 100 جرام، تخيل انت بتوصل قدام ناس، انت بنيت عندهم مصداقيه، تقول لهم انا خسيت النهارده 100 جرام 200 جرام 300 جرام 400 جرام،
انت بتخاف تدمر المصداقيه بتاعتك، فبتحاول، ده بيزود التزامك كتير قوي بالهدف اللي انت رايح له. فحاول تستخدمه البابليك كوميتمنت، حاول تستخدمه البابليك كوميتمنت للاهداف الصعبه، حاول تقول للناس اللي انت، وبالذات تقول للناس اللي انت ليك عندها مصداقيه، او الناس اللي شايفاك بكاركتر يعني كويس، الناس الواثقه فيك، بحيث ان انت تخاف ان انت تخذلهم او شكلك يبان وحش قدامك. يبقى احنا اتكلمنا من ضمن المودريتورز الجول كوميتمنت، وازاي نزود الجول كوميتمنت بتاعنا. صح، خش على المودريتورز. الفيدباك، احنا قربنا نخلص خالص، احنا قلنا احنا قليلين في الوقت النهارده، فاحنا عملنا كوندنس. الفيدباك، اي واحد حاطط جول، انا محتاج الجول ده ساعات بيبقى الى حد ما لونج تيرم، يعني حاجه على طويله المدى، يعني مثلا حاطط جول بعد شهر، فشهر ده كبير كتير، فانا محتاج اعرف انا ماشي في السكه الصح اصلا في الجول ده ولا لا، في الهدف ماشي ناحيه الهدف بتاعي ده صح ولا غلط. فابتدي اعمل، اخد وانا ماشي ناحيه الهدف ده، اخد فيدباك، اسال الناس، يعني اشوف يعني اخد ايه، انا عايز اقولها لكم ايه اسمها ايه بالعربي، خليني بس هي تايهه عن ذهني بالعربي، خليني يعني افتكرها واقولها لكم. المهم هناخد مراجعه، شكرا يا عزيزي، نراجع اي صح، نعمل مراجعه خلاص، يبقى احنا في فيدباك، نراجع نفسنا او نخلي الاشخاص تراجع ادائنا. يبقى الفيدباك ده طول ما انا ماشي بتحقيق الجول، يبقى في فيدباك انا وصلت لغايه فين، انا عملت ايه، وانا ماشي في الطريق الصح ولا لا. ابتدي اقول للناس بخاف اني اطلع شكلي وحش قدام مثلا، او انهم مش هيصدقوا بعد كده. صح، ده معلش ده كومنت على يوتا كانت بتقول على ده كومنت على اللي هو الكوميتمنت الجول كوميتمنت. صح، مليون في المية صح طبعا. خلينا هنرجع للفيدباك. يبقى الفيدباك ده سمري او ملخص للبروجريشن بتاعك، اللي انت تقدمت قد ايه ناحيه الهدف بتاعك. الفيدباك ده انت ممكن تديه لنفسك، يعني انت ممكن تعمل فيدباك لنفسك، او ممكن تخلي حد يعمل لك فيدباك، والاثنين كويسين والاثنين لازم يتعمل. كان في كلمه جميله قوي، كان في حد لما كان مره خلاني عايز مني فيدباك، عمل لي ورقه كده سيرفي، ورقه بيسالني فيها اسئله، كان عامل محاضره فبيسالني اسئله كده، فكاتب فوق جمله عجبتني جدا، بيقول لي فيدباك از جيفت، ده هديه. يعني انت اكنك بتهديني لما بتقولي فيدباك، بتهديني. عجبتني قوي الجمله، فيدباك از جيفت، فعلا هو جيفت، فعلا هو هديه، لان هو بيقول لك انت ماشي في الطريق الصح ولا لا. ممكن انت ما تكونش ماشي في الطريق الصح، وتكمل يكون ماشي في الطريق الغلط، فدي مش هيوصلك للهدف من الاخر، وهو يلحقك، وفر عليك مجهود. هديه ولا مش هديه؟ هديه. حتى انت لا، بيبين لك انت وصلت لغايه فين، الطريق اللي انت وصلت له ده، البروجريشن او التقدم اللي انت عملته ده، ماشي في الطريق الصح ولا لا. فالفيدباك از طيب. ساعات بيحصل ان ممكن الناس تدينا نيجاتيف فيدباك، ويا الناس دي كتير قوي، الناس النيجاتيف دي كتير قوي، بجد فعلا بيحبطوا الواحد. انه ازاي نقدر يعني الفيدباك، مش عايزين نقع في نقطة النيجاتيف فيدباك، ان حد يدينا بقى يقعد يكسر في عزيمتنا، ويعني يقعد يكلمنا كلام يحبطنا اكتر. فنعمل ايه؟ اكيد وانت بتاخد الفيدباك، بص، في نقد بناء وفي نقد هدام. الناس النقد البناء يعني هتقول لك لا انت موصول، انت كده ماشي في طريق غلط، انت ممكن تعمل واحد اثنين ثلاثه. النقد الهدام، انت ضايع، انت كده هتفشل، انت عارفين يعني طبعا ده كتير قوي في حياتنا، فاحنا عارفين مش محتاجين نتدرب لكم اكزامبل. ده ممكن نعمل ايه؟ اللي هينقذك من نيجاتيف فيدباك ده حاجه واحده، السيلف افكتس. ايه ده؟ احنا رجعنا للمحاضره الاولانيه. اه، لازم المحاضره الاولانيه، السيلف افكتس، الكفاءه الذاتيه بتاعتك. الكفاءه الذاتيه بتاعتك، الكفاءه الذاتيه، لو انت الكفاءه الذاتيه بتاعتك هو عندك هاي سيلف افكتسي، مش مهمك النيجاتيف فيدباك، انت متاكد ان انت هتحقق، لانك انت متاكد. انا قلنا ايه السيلف افكتسي، هقول لكم التعريف بتاعها. طبعا من ضمن الميديتور المودريتورز
اللي هي السيلف افكتس، حتى انا كاتب لكم هنا تشيكت ليكتشر نمبر 1 واللينك بتاعها نزل، وانا كمان هنزل لكم هشير لكم كمان اللينك بتاعها ان شاء الله في اخر السيشن يعني عشان ما تفوتش. اللي هينقصك من النيجاتيف فيدباك ده السيلف افكتسي. هديكم بس هنت على السيلف افكتسي عشان اللي ما كانش حاضر معانا المره دي. السيلف افكتسي دي مدى قناعتنا او ايماننا بان احنا عندنا الامكانيات العقليه، بتحريك الامكانيات العقليه والذهنيه بتاعتنا والسلوكيه نتيجه ناحيه الهدف او ناحيه هدف معين. مدى املنا ان احنا عندنا اسمها الكابابيلتيز او القدرات دي. يبقى انت السيلف افكتس بتاعتك او ان انت مدى الكفاءه الذاتيه، لو انت عندك كفاءه ذاتيه عاليه النيجاتيف باك ده مش هتاخده انت، يعني مش هيأثر فيك، لا انت هتاخده في الحته اللي انت تصلح بيه مكانك دلوقتي، البروجريشن بتاعك ناحيه الجول. خلاص؟ يبقى ما تخافش من الفيدباك، خاف منه ولو انت كفاءتك الذاتيه قليله، لو انت مش واثق في قدراتك. وعشان تعرف ازاي بقى تزود السيلف افكتس وتعرف اكتر ان انت لو انت عندك كفاءه ذاتيه منخفضه او كده عايز تعرف ازاي نزودها، حاول تبص على المحاضره الاولانيه. يبقى احنا اتكلمنا على جول كوميتمنت، واتكلمنا على الفيدباك، واتكلمنا على الافكتس. ماشي. تعالوا نبص احنا كده فين في التشارت بتاعنا. حلو قوي التشارت ده والصوره دي ليه؟ يعني احنا عارفين احنا رايحين فين. يعني بعد السيشن دي ما تخرجش تايه. انت ممكن لو بصيت للصوره دي تعرف احنا شرحنا ايه النهارده. تفتكر حاجات، ما تبص لجمل معينه تفتكر حاجات، ودي ميزتها. انا اصريت كل ما نوصل لحته نرجع نبص الصوره احنا وصلنا لغايه فين، اكنها تجميع. يعني احنا خلصنا الميكانيزم، خلصنا الجول كود، هنوصل المودريتورز، اتكلمنا على البرفورمانس بس ما اتكلمناش عليه قوي، يعني هو كان في حاجات ما نتكلم عليها اكتر بس انا ما حبيتش اتعرض لها المره دي. نيجي بقى بعد البرفورمانس اللي هي اخر جزئيه هنتكلم فيها، حته الساتسفاكشن. هل انت بعد ما شفت ادائك حصل لك ساتسفاكشن ولا لا؟ حصل لك رضا بادائك ده ولا لا؟ طب ده هيعتمد على ايه؟ على فكره مدى رضاك على ادائك ده هيحدد مجهودك وادائك في النكست جول، في الهدف اللي جاي. بيقولوا في سيري كده علماء علم النفس، يعني بصراحه دي عجبتني قوي، يعني بغض النظر ان احنا بنستخدمها هنا بس يعني عجبني اللوجيك بتاعها قوي. بيقول لك ايه؟ انت عشان تعمل اي فعل الفورس تو اكت، ان انت عشان تعمل اي فعل محتاج من كومبينيشن من ثلاث حاجات، تجميع من ثلاث حاجات. حاجه اسمها الفالانس. ايه الفالانس دي؟ حاجه بيقول لك انتسيبيتد ساتسفاكشن، يعني انت رضا متوقع، يعني ان انت بعد ما تعمل الايفورت ده ولا تعمل المجهود ده يعني انت هيحصل لك من وراه ريزلت او نتيجه، النتيجه دي تكون انت راضي عنها. فانت مش هتعمل الفعل ده او مش هتبدا تعمل الفورس تو اكت، مش هتبدا تاخد الاكشن ده الا لو انت عندك الثلاث حاجات دول، الا لو انت عندك خليط من الثلاث حاجات دول. اول حاجه عندك في بالك ان انت عندك anticipated satisfaction، انت عارف لما تعمل الايفورت ولا المجهود ده متوقع ان انت تبقى راضي عن الاداء او تبقى راضي عن الريزلت، يبقى دي واحد. تاني حاجه ان انت اللي هي الانسترومنتالي اللي هي الاليه، يعني ايه؟ انت متوقع ان ادائك اللي انت عملته في ادائك اللي انت عملته ده هيوديك لجوائز لريوردز، المكافآت او الانسنتيفز اللي انت هتاخدها من وراء المجهود ده او من وراء الاداء ده. ثالث حاجة إن أنت تبقى عندك مقتنع إن الإيفورت اللي أنت عملته هيدي لك الأداء اللي أنت عايزه، إن وهيدي لك الأداء اللي هيوصلك للريورد. تاني معلش هي حتة بس إيه كومبليكيتد شوية بس مهمة في الخطوة اللي جاية. يقول لك أنت عشان تعمل أي أكشن أو تبذل أي مجهود أو أي إيفورت أنت بتبقى محتاج ثلاث حاجات. محتاج ان انت تبقى متوقع ان انت هتبقى راضي عن الاداء او راضي عن الايفورت ده، ومحتاج ان انت تبقى مصدق او عندك ايمان ان جوده الاداء هتطلع متلازمه ان انت تاخد او تطلع لدرجه كافيه ان انت تاخد الريورد او الانسنتيف.
ذلك حاجة ان انت متوقع ان الايفورت اللي هتبذله هيودي لك للاداء اللي انت هتاخد فيه الريوردز ده. طيب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان احنا هنتكلم دلوقتي عن الساتسفاكشن. يبقى انت عشان تعمل اي اداء من ضمن الحاجات اللي انت بتحطها في بالك قبل ما تعمل الاداء ده، ان انت هل انت هتبقى ان انت متوقع ان انت تبقى راضي بعد ما تعمل الايفورت ده. هنرجع للبرزنتيشن، نرجع للنقطة بقى الأساسية بتاعتك. ساتسفاكشن. أنت بعد ما بتحط الجول، الجول دي مقياس للساتسفاكشن بتاعتك، مقياس للرضا بتاعتك، خليك خلاص الفورس تو أكت سيري دي اللي هم الثلاث حاجات اللي إحنا قلنا عليهم دي خليها معاك بس عشان إحنا هنستخدمها. الساتسفاكشن. الجول هو اللي بيبقى هو النقطة اللي بتحدد انت هتبقى راضي ولا لا. يعني انت بتيجي تقيس ادائك على ايه؟ تيجي لما بتخلص ادائك كله بتقيسه على الجولز، اهدافك، صح ولا لا؟ هو متناسق مع اهدافك ولا لا؟ حققت اهدافك ولا لا؟ وعلى اساس بتحدد انت راضي ولا لا. خلاص الكلام ده هو جول سيرفز از انفليكشن بوينت اور ريفرنس، ريفرنس ستاندرد ريفرنس فور ساتسفاكشن فيرسس ديس ساتسفاكشن. راضي ولا مش راضي؟ دي النقطة بقى. بيقول لك في حاجة غريبة قوي. ليه دايما في سؤالين هنا عايزين نسألهم لنفسنا. ليه دايما لما بنحقق نحط ديفيكال جول وبنحققه بعديها ما بنبقاش راضيين برضه؟ ساعات بيوصلنا يعني مثلا ايه؟ واحد حط ان هو يعمل برزنتيشن حلو قوي. وعمل برزنتيشن حلو قوي. بعد البرزنتيشن على طول هو خلاص بعد يعني اثناء البرزنتيشن وعارف بقى والناس ادت له فيدباك كويس وكده خلاص بيحصل له ساتسفاكشن، بس بعد البرزنتيشن على طول بيحصل له ديس ساتسفاكشن خلاص، يعني لا مش راضي، انا عايز اعمل اكتر من كده، انا في احسن من كده. يبتدي يحلل من ادائه، لا في احسن من كده. اللي حط جول ان هو يوصل للمليون، بعد ما وصل للمليون لا ده في احسن من كده، في 2 مليون او في رقم احسن من كده اقدر اجيبه من البيزنس بتاعي. اللي حط ان هو يجيب سيلز، يزود السيلز 10% وياخد انسنتيف معينه، لا ده انا ممكن ازود السيلز ب 20%، في احسن من كده. بيقول لك ايه؟ people with high goals produce more، دايما بينتجوا اكتر because they are dissatisfied with less. دايما بيحطوا نفس الناس اللي عندها high goals او اهداف عاليه دايما بيعملوا ايفورت اعلى من الناس التانية، لان هم دايما بيبقوا دي ساتسفاي غير راضيين على الاقل. يعني لما يوصل هو خلاص عمل برزنتيشن كويسه اكتشف ان في احسن منها، فبالنسبه له دي الاقل. زي ار دي ساتسفايد وليز ليس. عملوا اكسبيرمنت على الموضوع ده. يعني هو ده مش نوع من يعني هو ممكن في حد يقول لي ده هو ده نوع من الجشع او يعني او نوع من يعني هل ده نوع اسمه نوع من الجشع؟ لا ده نوع من الطموح. هو في فين الجشع والطموح، او اللي هو ان انت في حديث ان هو او في معناه ان هو لو عين من ادم الاضطراب. يعني في فرق من الجشع والطموح. الطموح ان انت تزود البرفورمنس بتاعك في نفس الوقت تبقى راضي خلاص وتقعد تحسن البرفورمنس بتاعك. عم تحسسه ازاي؟ عطاك تحسسه ازاي؟ حاسس ان في احسن وانت ديساتسفايد، يعني انت تبقى ديساتسفايد وذ يور كرنت بيرفورمانس، ادائك الحالي. انت عارف ان في اداء احسن وفي ريورد منتظرات احسن، فتبتدي تحط هاير اكسبكتيشن وهاير جولز تاني. ابتدوا عملوا في عشان اللي هي استادي، احب اوريها لكم دي اخر حاجه. عملوا ايه؟ شافوا الناس، عملوا اكسبيرمنت على الجريدز بتاعت الناس اللي هي يعني تقديرات عالية وبي، يعني حاجة زي مثلا ايه زي ممتاز، بي زي جيد، جدا، سي زي جيد. خلاص وابتدوا يقيسوها على حاجتين، على مدى الساتسفاكشن بتاعهم، على مدى رضاهم لما جابوا الايه، بتوع الايه راضيين على ادائهم قد ايه، وبتوع البي لما جابوا البي راضيين على ادائهم قد ايه، بتوع السي راضيين على ادائهم قد ايه. وابتدوا كمان يشوفوا ان الاي دي هتحقق لهم بنفيت قد ايه، اللي هي الانسترومنتال اللي هي الاليه اللي احنا قلنا عليها في الفورس تو اكت، هقول لهم وصلتهم الاداء بتاعهم وصلهم ريورد قد ايه. يعني الاي دي هتحقق لهم ريورد قد ايه، هتفيدهم في ايه الجنب ده ريورد، هتفيدهم في ايه.
والجنب ده مدى الساتسفاكشن بتاعهم، مدى رضاهم، والجنب ده الجريدز A و B و C. بص بقى معايا، لو ان الطلاب بتوع ايه خلاص شايفين دي، في الانسترومنت بتاعهم الريورد عاليه، يعني هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا وظائف احسن، هيروحوا هيخشوا جامعات احسن، الناس هتبص لهم نظره احسن، فالريورد بتاعتهم هتبقى احسن خلاص. بس بص الساتسفاكشن بتاعهم عامل ازاي؟ الساتسفاكشن بتاعهم عامل ازاي؟ اوف ايه ده؟ يعني بص الريورد اللي هياخدوه قد ايه؟ اه الريورد اللي هياخدوه اكوردنج تو فور سؤال هياخدوا ريورد عاليه، بس هما مش ساتسفايد، لان الناس دي من نوعيتها نقدر على نقول مجازا نقول عليها طموحه. فزي ار دي ساتسفايد وذ ذا ليس، في احسن. كان مثلا جاب ايه؟ بس جاب ايه؟ لا في كان ممكن مثلا يرتب، كان ممكن يعمل حاجه احسن من كده، كان ممكن يجيب ايه بلس، لو في ايه بلس كان ممكن يجيب في ايه بلس. فهو دي اقل ساتسفاكشن في الثلاثه، واعلى ريورد منتظراه، مع ان اعلى ريورد منتظراه، على عكس سي تماما. سي لا لا راجل راضي عن نفسه، مثلا جايب جيد بس راضي عن نفسه، مع ان اللي منتظره الريوردز قليله، فرصه في العمل مش هيبقى زي بتاع ايه؟ نظره الناس دي مش هتبقى زي بتاعت ايه؟ الكارير والجوب بناء السالري بتاعه حتى لما يتعامل مش هيبقى زي بتاع ايه؟ ده مجازا يعني، ما بنتكلمش على الوطن العربي يعني، بنتكلم على البلاد الاوروبيه يعني، لو هما بياخدوا التقدير والحاجات دي. فدي الساتسفاكشن. عايز اقول لك ايه؟ انا ليه بحكي لك بقى كل القصه بتاعت الساتسفاكشن دي؟ يعني استفدنا من النهايه. عايز اقول لك ان الجول بتاعك على اساسه هتحدد الساتسفاكشن. ماشي خلاص دي عرفتها. ان مش معنى ان انت ديساتسفايد مع الريزلت ان انت تحبط وتقول لا يعني انا ما حققتش البرفورمانس اللي انا كنت عايزه، لا انت حققت البرفورمانس اللي انت عايزه. معنى ان انت مش راضي على ادائك ان انت ما حق... زي ما قلت لك ان انت مش راضي على ادائك او مش راضي على جوده ادائك او ان انت ما حققتش الجولز، ده معناته ان انت تكون ممكن تكون من نوعيه الناس اللي هي ارديس ساتسفايد وذ ذا ليس، ودي حاجه كويسه قوي، دايما فيها طموح، عايزه وصلت لتارجت معين او وصلت لجول معين، لا عايزه توصل للازيد بعد كده، الستيب اللي بعد كده. هنا دي حاططها للناس القلوقه، يعني انا دي حاططها مخصوص للناس القلوقه، يعني في كان حد بيسالني يقول لي دايما كنت بيقول لي انا ليه كل ما بحقق هدف بعديها على طول اليوم اللي بعديها على طول ببقى ديساتسفايد، خلاص انا مش راضي. ديساتسفايد عشان الراجل ده خلاص عمل اتشيفمنت، عايز اللي بعده بقى، عايز الاحسن منه. هنا نقطه تطمين، بطمن الناس دي اقول لهم لا ده السايكولوجيست بيقولوا دي مش حاجه وحشه، دي حاجه هيلثي، بس ما تخليهاش تاثر على البرفورمنس بتاعك، ما تخليش ان انت ساتسفايد ان انت تحبط وتقول انا عندي سيلف افكتس قليله، لا ده بالعكس ده تقول تخليها تدي لك ثقه بنفسك ان انت مش زي نوعيه الناس الثانيه اللي هو اللي ساتسفايد وذ ليس، لا انت دي ساتسفايد وذ ليس. تعالوا نبص للجراف بتاعنا. ايه ده احنا عملنا ايه النهارده بقى؟ احنا عملنا حاجه مختلفه النهارده، انا ما قلتلكش انت تحط ازاي بلان، انا جيت لسيرتك انت قلت لك تعالى امسك خطوات، حط الاول واحد، حط الهدف بتاعك، وحط اثنين كذا، وحط ثلاثه كذا. لا لا احنا عملنا حاجه مختلفه النهارده خالص. فجيت اكلمك على خصائص متعلقه للجول، ازاي تاثر في جوده ادائنا. فجيت اكلمك على عناصر يعني المودريتورز، عناصر بتفصل هل الجول ده الايفورت اللي انا هبذله عشان احقق الجول ده هيديني جوده اداء عاليه ولا لا. فابتديت نتكلم على الجول كور، اتكلمنا عن ان كل ما يكون سبيسيفيك كل ما يكون احسن، كل ما يكون ديفيكالت كل ما يكون احسن. واديت لكم مثال ان الناس بتوع عربيات النقل لما خلوا لهم سبيسيفيك زاد جوده ادائهم قد ايه، وفر على الشركه في 9 شهور 250,000 دولار. خلاص؟ وابتدينا نتكلم في الجول كوميتمنت، ازاي نزود الجول كوميتمنت بتاعنا. اتكلمنا شويه على السيلف افكسي، واتكلمنا شويه عن الفيدباك وازاي ان الفيدباك مهم في البروجرس، وفيدباك از جيفت. واتكلمنا عن الميكانيزم، ايه ازاي ان ايه علاقه الجول بالبريفورمنس، ده اللي اقصده بالميكانيزم. واتكلمنا على الساتسفاكشن، وحلت لكم مشكله يعني مش حلت لكم، قلت لكم يعني طمنت الناس اللي دايما تبقى قلوقه بعد الجوده، بعد ما تعمل هاي بريفورمنس بتبقى عندها ديس ساتسفايد مش راضيه. ابتديت اطمنها يعني اقول لها لا يعني مش معنى ان انت ديس ساتسفايد ان انت عملت وحش، انت عملت كويس بس انت انسان طموح جدا، فيقعد ديس ساتسفايد.
كل اللي عملناه النهارده احنا قلنا قد ايه ان الوجود ده مهم في حياتنا، وازاي نستخدمه، وازاي نحسن، واحنا بنحط ازاي نحسن خصائص الجول ده او الاهداف دي عشان نزود البرفورمانس بتاعنا. يبقى احنا لغايه دلوقتي شفنا حاجتين، شفنا السيلف افكتسي والجول. على فكره في ستادز بتقول، يعني عرضت لكم منها جزء المره اللي فاتت، ان الجولز بتزود البرفورمانس باي اباوت على مسافه 18%. ده هو السيلف افكتسي اكتر، السيلف افكتسي بيأثر على جوده الاداء اكتر، حوالي 23، لكن هنا هنا 13 ل 18. كل ده انا بحاول ايه، بقول لك ازاي تزود جوده الاداء، ازاي تزود البرفورمانس بتاعك، بس عشان خاطر حاول ما تاخدش الحاجات دي ولا ليها اي لازمه بدون ما تطبقها. الحاجات دي النولج او العلم عشان تاخده فينا محتاج مجهود، بس عشان تطبقه محتاج مجهود زي اللي انت بذلته عشان تاخد النولج دي ويمكن اكتر. عشان خاطر يا شباب اللي بيسمع المحاضرة دي يحاول ياخد من وقته شوية يبتدي ينفذ الحاجات دي، مش مجرد سمع. الحاجات دي انا بس عاملاها سايكولوجيست ونسمعها نقول واو حاجات جامدة جدا، وفعلا حاجات بتمسنا وحاجات ساعات بنكون حاسينها بس مش عارفين نفسرها، دي حاجة كويسة جدا ان احنا نعرفها. اهم حاجة التطبيق، لو انت ماخدتش وقت تطبق يبقى الوقت الساعة اللي انت حضرتها دي للأسف يعني حضرتك يعني يعني استفادتها مش هتكون الاستفادة المرجوة منها. أنا بشكركم في محاضرتنا المجنونة النهاردة، يا رب تكونوا اتجننتوا معانا. أنا بس استأذنكم إن أنا هشيل لكم، أنا ما لحقتش أرفعها على الويب سايت اللي أنا برفعك عليها، أنا هشيل لكم البيج بتاعتي. احنا عملنا بيج على مسمينا جنين علم النفس، ساعات بنشير فيها فيديوهات تخص اكسبيرمنت وكده، وساعات بنقول فيها كوتس او كلمات سيريز مثلا او نظريات على علم النفس لذيذه يعني. انا ان شاء الله هشير لكم عليها هشير لكم هفتحها يعني هرفع لكم عليها البرزنتيشن دي وهشير لكم عليها ان شاء الله. اللينك هحطه لكم في الكومنت اهو، هتلاقوها ان شاء الله بعد يعني 20 ساعه كده ان شاء الله محطوطه يعني. اشكركم جدا، واقابلكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس الميعاد، اريد تكونوا بخير ان شاء الله. اقابلكم على خير، شكرا لكم.